المطلوب منا في هذا العرض أن نجد تقاطع X و Y للرسم البياني لهذه المعادلة 2Y زائد 1 على 3X تساوي 12. وبقليل من المراجعة فإن تقاطع X هو النقطة على الرسم البياني التي تقاطع محور X إذا لم نكون أعلى أو أسفل محور X. إذا قيمة y يجب أن تكون صفر، وبنفس المبدأ فإن تقاطع y يحدث عندما لا نكون على يمين أو يسار محور y، وهذا عندما x تساوي صفر. إذا دعونا نضع كل من هذه القيم على الصفر، ومن ثم نحدد ما هي النقطة الأخرى التي يجب أن تكون على تلك النقطة. إذا بالنسبة لتقاطع x عندما y تساوي صفر نعوض في المعادلة 2 ضرب صفر زائد 1 على 3x تساوي 12. وضعت صفر كقيمة لy، حسناً أي شيء مضروب بصفر يساوي صفر، إذن يتبقى لدينا 1 على 3x تساوي 12. وحتى نجد قيمة x يمكن أن نفكر بها إما بقسمة كلا الطرفين على 1 على 3، أو يمكننا أن نضرب كلا الطرفين بمعكوس الواحد على 3، ومعكوس الواحد على 3 هو 3، ويمكن أن نعتبره أيضا 3 على 1. تصبح 1 على 3 ضرب 3 يتم حذفها، يتبقى لدينا x تساوي 12 ضرب 3، إذن x تساوي 36. فعندما y تساوي 0 ستكون x تساوي 36، إذن النقطة 0 أو النقطة 36 و0 موجودة على الرسم البياني لهذه المعادلة، وهو أيضا تقاطع x. الآن دعونا نفعل الشيء نفسه لتقاطع y، أي دعونا نعوض عندما x تساوي 0 فإن 2y زائد 1 على 3 في 0 تساوي 12، ومرة أخرى أي شيء نضربه بصفر يكون الناتج 0، ويتبقى لدينا 2y تساوي 12. نقسم كلا الطرفين على 2 حتى نجد قيمة y، أي تصبح y تساوي 12 تقسيم 2 تساوي 6. إذن هذا هو تقاطع y عندما x تساوي 0، إذن y تساوي 6. إذن دعونا نعين هاتين النقطتين، سأقوم برسم بياني يدوي وسوف أوضح تقاطع x و y. إذن دعوني أرسم هذا المحور العمودي وهذا المحور الأفقي، ولدينا النقطة 0 و36، هذه نقطة المركز هنا، هذا محور X وهذا محور Y. النقطة 0 و36 ستبعد كل هذه المسافة من هنا، إذن النقطة 0 و36 تقع هنا، وإذا كانت هذه 36 فإن النقطة 0 و6 ستكون هنا، إذن هذه هي النقطة 0 و6 وسيبدو الخط هكذا، سيبدو الخط هكذا. أحاول جهدي لأرسم خطا مستقيما، ولاحظوا أين نقطة تقاطع الخط مع محور y، وهذا هو تقاطع y لأن x تساوي 0، لا تكون على يمينه أو يساره، وعندما يتقاطع الخط مع محور x لا تكون أعلاه أو أدناه. هذا كل شيء.